كان حي المستقبل بسيدي معروف بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم مسرحا لحادث انتحار رجل تعليم في ظروف لا تزال مجهولة. وحسب مصدر فإن الهالك من مواليد سنة 61900 كان يشتغل أستاذا، حيث يرجح أن يكون السبب وراء انتحاره ودخوله في اكتئاب حاد خلال فترة الحجر الصحي دفعه إلى وضع حد لحياته. وانتقل إلى عين المكان ممثل السلطة المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.